الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. بعد مولد النبي الشريف نحتفل بشهر رمضان المبارك بمهرجان المدينة. الحقيقة اللي كانت برمجة ثرية جدا تفتتح الليلة على بركة الله بالفنان التونسي العربي الأستاذ لطفي بوشناق، وتختتم بعرض الزيارة إن شاء الله ليلة العيد. هذه اللي حب الله في القروان، هذه قروان قدرها أن تعيش على الأفراح، على المسرات، على الاحتفالات، على اللمة العائلة التونسية. هذايا حبت نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد على إعداد هذه البرمجة. حبت نشكر كل السادة ضيوفنا الكرام باش يشوفونا في هذا السهر الرمضانية. القراوة يستحقوا أكثر من هيك الحقيقة، وهذاك علاش السنة باش تكون سهرة متميزة في ولاية الدايرون. وإن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ملهومين. وهذه تصفيقة كبيرة وتصفيقة كبيرة، تحية خاصة لكل أهالينا في كل ربوع ولاية الدايرون. السنة اللي يميز مهرجان المدينة باش يكون إشاعة على مختلف المعتمديات ولاية الدايرون. صحيح أنه الصيف الأكبر الدايرون المدينة اللي تزيد في مختلف المعتمديات والمؤسسات السياسية باش يكون فيها برمجة خاصة بمهرجان المدينة. إن شاء الله ديما أفراح، وإن شاء الله عودة الروح من جديد لمهرجان المدينة وروح من جديد للثقافة في ولاية القيروان إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور، وهذا اللي خلينا نتشجع ونخلي الناس كل حقيقة بسمة أمل في ولاية القيروان هي عودة الروح لكل ناشطة ثقافية إن شاء الله. بالنسبة للمهرجان حاجة باهية برشا، احنا القربان نحبوا ديما حافلة ونفرحوا في رمضان اللي هي تتحرك شوية وتكثر فيها النشاط، نحبوها ديما نايرة مع عاصمة الأغالبة، حاجة مفروغ منها. وبالنسبة لليلة لطفي بوشناق علم من أعلام الفن، معناها واحد جاي باش يسمع حاجة طربية ويتمتع، وإن شاء الله المتفرجين كل نفس مشاعرهم نفس مشاعر. والله القروان عندها برشا، معناها ما عملناش فيها مهرجان، الناس فرحانه. اليوم لطفي بوشناق يعني غني عن التعبير، معناها الناس كل جايه تبارك الله عليه، صوت مشرفنا في المحافل الدوليه واكيد الوطنيه. وهذا هو ان شاء الله نعملوا جو الناس الكل، وان شاء الله نشبعوا فن السنه، وان شاء الله يتعاودوا المهرجانات هذوما في القروان. نحب نقول مانيش باش نجم نعطي انا راي في لطفي بوشناق. لطفي بوشناق هو غني على التعريف، وبصراحه لطفي يخليك تستمتع كي تتفرج، يخليك تحس انه فما مازال فما موسيقى في البلاد، فما ناس تنجم تعرف تغني، وسبكتاكل يسمعوا الصغير ويسمعوا الكبير ويسمعوا المتوسط ويسمعوا المتثقف ويسمعوا اللي عنده حدود معينه. يعني صراحه هو أنا قلت يمكن ما نلقاش الكلام اللي نجم أفي به لطفي بوشناق. بالحق في القروان محبوب لطفي بوشناق برشا، والحضور ما شاء الله تشوف معناتها بدون تعليق، الحضور تكثر، الناس ما قادش من تقعد معناتها.
لطفي الناس كل تحبه لطفي، فمش واحد ما يحبش لطفي. وانا لطفي خدمت معاه قبل ونعرفه، معناتها نعرف خبايا يمكن الجمهور العادي ما نعرفه. انا لطفي مليان برشا، لو قد ما تتفرج فيه ما تقلقش منه لطفي. جينا من سليانة بالذمة باش نتفرجوا في لطفي بوشناق، ياسر حلو ياسر حلو 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 الله ما شاء الله. إن شاء الله نكون عند حسن الظن ونؤدي الأمانة ونؤدي الرسالة بما يرضي الله بما يرضي الضمير، وإن شاء الله ديما نكون عند حسن ظن الجمهور متاعي وكذلك مديري المهرجانات اللي يعطيوا فيها الثقة، وإن شاء الله ما نخيبش ظنهم. إلا هاوكا بدينا بالدينيات وبدينا بالموشحات وبدينا بالقصايد وبدينا بالموال والأغاني الهادفة والأغاني الطربية والأغاني اللي فيها جو، حفلة متاع ناس متعطش عندهم عمين، ناس مقيدة في الديار متاعهم. فإن شاء الله إن شاء الله وفقت. أنا تحت أمركم، تحب نجيو لكن عندكم هنا أماكن نجيو تحت أمركم. هاني ها هو نقولوا لهم الناس الكل هاني تحت أمركم، تحبوا نصوروا في القروان عندنا جديد وإكسكلوزيف للقروان، وصوروا في مكان معناتها أثري فيه تاريخ. مانيش نحكي أنا على القروان وعلى التاريخ، خبر أنا موجود وتحت أمركم. تحبوا 10 15 20 غناية ما عندي حتى مشكل. نموت عليكم محلاكم والله، سهرية تحسها من القلب والناس الكل متفاعلة والحمد لله وفضل الله. الحياة فهم، الحياة فهم زهرة الحياة.